السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ لاباس. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نلمس انا وفاطمه كنقلبوا على الطاكسيات، ويوم بها واختها كنقلبوا على الطاكسيات، ما لقيناش طاكسيات شي نص ساعه دابا. فاطمه كتقلب على الطاكسي. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم عندنا. واليوم غنصايبوا معكم دجاج مع لالة كبيرة الحجة. يا اختي الحجة. ايوا الحجة ان شاء الله. ان شاء الله. ايوا تبارك الله عليك لالة كبيرة. ايوا حنا الدجاج غسلناه، غسلته دجاج كبيرة ماشي حنايا، حنا ما كنعرفو نغسلو. ما كتبركش مازال ما غسلته. يلا يلا بدات دابا كتغسليه. لا ماشي يلا بدات، كتنقيه هو الاول. راه قلنا لك كتنقيه. كتنقيه كتنقيه عاد كتشللو عاد كتشللو عاد. المهم الله بدات. يلا بدات. شوفوا لالة كبيرة دارت عطريه ديال الدجاج، ودارت سكنجبير، ودارت البزار، ودارت الحرقوم. هادشي اللي دارت في مشك نزيد العود تقريبا، ودابا كدير زيت العود. هذا مشك يسكيش تقريبا شحال ديال الزيت دارت؟ طيب كاس كاس جوج كيسان كاس جوج كيسان كاس السمنة. غنديرو السمنة. الزيت البلدية الرومية. قالت لك هذا الزعفران تاع الغدا ان شاء الله، حيت دابا غير بغينا نشرملو. غادي تشرملوهم وتخليهم حتى الصباح ان شاء الله. عاد نطيبوهم ان شاء الله. دابا درنا القزبور والحامض والمعدنوس والثوم، طحناهم في مونينيك. طحناهم في مونينيك. دابا كتخلط داك الخير داك الخليط. دابا درنا الحرقوم ديال الباكية، كندير واحد شويه ديال الحرقوم. دابا نحطو الدجاج نشرملو فيها. دابا كتبقى تشرمل الدجاج، كديرو في ديك العطريه وداك القوام اللي صيبت.
مغرب نسرى سينا طيبنا الدجاج خليناه نشر منه وخليناه وجي نمشي ونسي نتعشى باش نهنيو انت صباح الخير صباح النور جيت مرحبا بكم عندنا في مساء وشوفوا الطبيعه شوفوا معنا الطبيعه الجميله يلا هبطي نشوفوا فين وصلوا في الدجاج نشوفوا امي فين وصلت في الدجاج الله الجو زوين او ماي جود تفر تجي مختا تفر تكات لما ستي تفر مالي تكات قصرت يا لا انت مرحبا بكم معنا في الطبيعه ايوا خلينا للكبيره كطيب الدجاج ديالها وخرجنا كندورو انا ومريم جلسه شويه في الطبيعه جلسه شويه نخدرو عويناتنا ايوا شوفوا معنا الطبيعه وخدرو عويناتكم مرحبا بكم مرحبا بكم الف مرحبا تبارك الله الطبيعه زينه 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 خيرات جلسه ليك انتو
نساو فيا الإزعاج ديال المدينات. عطاش كيدير هاد الصباط؟ تبارك الله دازا ما شاء الله. كنعمرو الحامض الهريسه اللي غادي نزوقو به الدجاج. لا نعمرهم بزاف ماشي بزاف. وي البلاد تبارك الله على لاله مريم كتزوق لنا الزيتونات. تبارك الله على امك تتعاون ماما الله كبيره طباخه ما شاء الله. انا يا اختي ايوا راه تعلمي ديرو ابوني ما تنساوش ديرو ابوني ويلي هادي راه قرات لينا اللي قرات لنا الغرا غادا جينا نكتبو مكاتب كان هادي شي حاجه كنا تنكرو انا قلت لكم السعديه ديروا ابوني يلا هزي طريق السلام اختي يا حسن قيس زرام طريق السلام السعديه اسفه كتقول الداله الكبيره غادي نزوقوها يلا زيدي بسم الله بسم الله ديروا ابوني